يسعد مساك يا رب، إن شاء الله جمعة مباركة. من منطقة شار هولمين، المنطقة الواقعة على البحيرة في مدينة ستوكهولم. يوم جمعة جميل، يوم جمعة رائع، بارك الله فيكم وأسعدكم وأسعد الله مساءكم. أهلا وسهلا فيكم. يعني في البداية كالعادة نحاول ننتظر عدد أكبر من المتابعين عشان نتكلم اليوم في موضوع جديد إن شاء الله، من المواضيع ومن المفاهيم اللي قد تكون سبب لكثير من المشاكل في الوقت الحاضر. مفهوم الحب والتعلق والغيرة والحسد وهاي المفاهيم اللي داخلة ببعض، ومخير اللي ممكن بعض الناس يقعوا في أخطاء كبيرة في حياتهم ويعيشوا حياة من المعاناة، حياة من الضجر، وحياة من الفقدان والتولع والانشغال بالآخرين. شايف إنه هذا من الموضوع المهم لأنه مربوط في قضايا كثيرة. موضوع الحب والتعلق والغيرة والحسد يعني كلياتها مواضيع مرتبطة ببعض. يعني لو بدك تيجي ترجع تدرس أسباب سعادة الأسرة ترجع للحب، لأن الحب مفهوم إيجابي. ولو بدك تيجي تدور على أسباب دمار الأسرة، ممكن من أسباب دمارها أو العلاقات بين الأشخاص وبين الناس، بغض النظر ممكن أنت تكون متعلق بصديق، مش ضروري تكون متعلق في بنت أو في زوجتك أو في حبيبتك. يعني زي بتصلني بعض الرسائل، بعض الأخوات تعرفوا على شباب ودخلوا في علاقة حب وقعدوا لسنوات في علاقة الحب، وبعد هالشاب أو البنت سافرت على السويد وقعدوا ينتظروا 4 سنين وخمس سنين وبقول لك بكرة بيسحبني، بعدين اكتشفوا إنه الشاب هذا أو المرأة هاي خاطبة أو ناوية تتزوج شخص آخر، وبعدهم مستمرين انه هم بدهم يخربوا على هذا الشخص. بقول لك انا ضيع مني سنين عمري وانا بعدني بفكر فيه ومش قادر اتخلص منه. اهلا وسهلا فيكم، يسعد الله مساءكم. شو تغديت اليوم يا صاحب السعادة؟ اليوم اكلنا شيء هيك زي دجاج بروستد، هذا هيك غدا سريع عشان نعمل الجولة اليوم بكير، لأنه عندنا جلسة عائلية إن شاء الله بعد العصر، فقلنا خلينا نعملنا جولة في المنطقة ونتحدث. كنت أسمع قبل شوي في حديث للدكتور أحمد هارون من مصر، رائع جدا، معالج نفسي ومستشار نفسي، وكان يتكلم عن الموضوع. وأنا ليش حبيت أختار هذا الموضوع؟ لأنه أنتم شايفين في الزمن هذا العلاقات حتى بين الأصدقاء صارت نوعا ما، يعني في علاقات أكثرها ممكن فاسدة ومبنية على تقدر تقولوا، يعني هو كويس العلاقات تكون مبنية على مصالح للطرفين، بس مرات في ناس بتكون عايشة في دور الأناني، بدها تأخذ وما تعطي. فهذا من المواضيع المهمة جدا اللي بدخل فيها الغيرة. يعني بعض الأزواج أو بعض الزوجات من شدة غيرتها، هي الغيرة مفهوم إيجابي. الغيرة إنه أنا والله عشان بحب زوجتي ما بحب حدا يطلع عليها، ما بحب إنه مثلا تكون موجودة في أماكن معينة، بس كثرة التضييق على الشخص الثاني والإلحاح بتخليه الشخص الثاني يمل ويضجر ويعيف حياته، وممكن بسبب الضغط والغيرة إنه هو يفعل الأشياء اللي أنا بكرهها، وممكن توصل إلى جرائم الشرف. صحتين على قلبك. انا هلا متجه لسيطرة، وهلا هنا في البحيرة، هون هاي الناس هنا في ستوغا وفي استراحة بيجوا الناس عليها. طبعا هاي المكان صورنا منه زمان، بس حبينا نحكي بموضوع جديد. اسعد الله مساءكم. ففي بعض الناس، يعني انا بحاول ادخل الموضوع في قضايا المهاجرين والمسافرين اللي بيسافروا، يعني في بنات او زوجات او علاقات بتكون مثلا الزوجة زوجها اجى سافر على السويد، فمن كثر هي تعلقها لانه هي عايشه في حاله من الفراغ في حياتها في بلدها، او الزوج بيكون عايش حاله من الفراغ فبيظله صباحي مساء اتصالات، شو بتعملي شو بتسوي،
وين رحتي؟ ليش ما بتتصلي؟ ليش ما بتردي؟ فبصير عملية زي ما تقولوا مراقبة وتدخل، هاي بتخلي الطرف الثاني انه يعني يشعر انه هذا مش حب، هذا تحكم، هذا سيطرة، هذا استغلال. فبوصل الانسان الطرف الثاني ممكن يصير يفكر انه يقول لك يا عمي هذا اذا من بعيد مشيبني، كيف هذا لو يجي عندي، او العكس، او يكون المرأة هناك والرجل هون. فهاي من القصص اللي انا بسمعها وبتصلني وفعلا بشوفها حتى من 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 اصدقائي في العمل. يعني بتلاقي لك بعض الزوجات ممكن يكون عندها طفل ولا طفلين، ممكن تلاقيها حاطه اطفالها على جنب وقاعده طول الوقت هي بس اتصالات على زوجها. وغير كمان الحبيبه كمان نفس القصه، بتتابعه شو نشر، شو البوست اللي عمله. فكثره المتابعه وكثره التدقيق وكثره الملاحقه هاي بسموه ادمان الحب، قد يعني يناقض مفهوم الحب او وسواس الحب. يعني بتصير عندك فكرة وسواسية، شوف شو بيسوي هسا، ممكن تقوم زوجتك او تقوم انت على الشخص اللي بتحبه الساعة 2 بالليل، خليني اشوف فاتح اونلاين ولا مش فاتح اونلاين، مع مين بحكي. فبكثر الشك وبكثر العملية انه انا بنصير زي الكيف الشرطي واللي بطارد المجرم. فللأسف هيك صارت في كثير، للأسف الناس، بعض الناس مو فاهمة شو معنى الحب، ومو فاهمة شو معنى التعلق، ومو فاهمة متى شو حدود، شو الحدود اللي لازم ان احنا نتصرفها مع الشخص اللي بنحب. يعني الحب علاقة إيجابية. مساء الخير، مساء الورد، سعد الله مساءكم إن شاء الله. فعشان تستقر الأسرة، يعني قاعدين مثلا نسمع في الدول العربية حالات من الطلاق، بغض النظر كمان الناس قاعدة نفكر بس بمركزة على الغرب، لا برضو عندنا كمان حالات الطلاق بتزيد، حالات القتل الشرف بتزيد، حالات التحرش الجنسي قاعدة موجودة. كله طبعا أكثر بسبب الإنسان البعد عن الله، وبرضو ضعف في الشخصية. لأنه الإنسان اللي بكون واثق من نفسه وعارف حاجاته ما بتحرش بالناس الآخرين، وعارف حدوده وعارف قيمه وعارف مبادئه. لكن الإنسان اللي بكون مو فاهم ومو قارئ ومو واعي وما عارف يختار البنت، أو البنت ما عارف تختار الشخص المناسب، هدول بوقعوا. يعني هدول زي ما تقول حزر فزر، يعني زي ما بتقول في مصر في زواج صالونات، وهلأ صار زواج الميديا. فصار الإنسان ممكن يختار شخص زي ما تقوله كيف، زي اللي بروح على بقالة وبيختار مثلاً خضروات، والله هاي ممكن البضاعة تطلع كويسة وتطلع فاسدة. فما في دقة في الاختيار وما في معرفة في الموضوع نفسه. فعشان هيك صرنا نسمع انه الناس صارت تغار. يعني هو الغيرة زي ما حكى الدكتور احمد عمارة، الغيرة ايجابية. يعني وانت صغير ممكن تغار من شخص تاني عمل اكتر منك احسن منك بالامتحان، فتصير انت بدك تدرس وتجتهد، لانه انت بتشوف كل الناس كسولين زيك، ممكن انت تظلك متراجع، يعني تظلك كسول. لكن لما انت الغيرة اللي تدفعك انك انت تحسن من مستواك. يعني والله انا شايف مثلا انه الناس قاعدين تشتغل وبتجتهد، انا لازم اشتغل ولازم اجتهد. بس للأسف فكرة الغيرة كويسة، بس الناس لما تيجي تطبقها سلوكيا بتدخل معها مفهوم الحسد. يعني بصير في بعض الناس يقول لك إن شاء الله ربنا يقطع عنه الرزق، أو بدخل بعض المصطلحات اللي للأسف اللي هي مناقضة للدين والعقيدة، إنه رب العالمين بعطي للي ما له حلق وما له دان وما له بصريش. ومنصير نكرر هاي العبارات، الأسرة اللي بتزرع بعض المفاهيم الخاطئة لدى أطفالها، وما عاد تتعودهم على الشكر وعلى ذكر رب العالمين. إنه فلان والله عنده سيارة، بارك الله إن شاء الله ربنا بكرة برزقنا سيارة. فلان سافر، والله الله يوافقه وييسر طريقه. فالأسرة اللي ما بتتلفظ بالألفاظ هاي هي اللي بتربي ابنها على الحسد وعلى البغض وعلى المقارنة الآخرين. الله يسعد مساكم يا رب. يا ريت تشاركونا، أنت بالنسبة لك شو مفهوم الحب بالنسبة لك، أو شو مفهوم التعلق، وشو القصص هاي اللي قاعدين نسمعها. بتلاقي لك الزوج ممكن يهلك نفسه. يعني حتى بقول لك في حديث لسيدنا علي عليه السلام رضي الله عنه كرم الله وجهه، انه بقول لك في بعض الناس لو تسكب في فمها عسل ما راح ترضى عنك.
بعض الناس لو تسكب فمها عسل اصلا كمان راح يشوفوا نفسهم عليك، يعني راح يعتبروا انه هم. خلينا نوجه الكاميرا هون هيك شوي. سعد الله مساءكم، ان شاء الله مساء الخير، مساء النور. هينا من وسط الغابه في مدينه ستوكهولم، نرحب بكم جميعا اخواني الكرام. والله هذا من المواضيع المهمه، لانه احنا لازم نتطرق، يعني احنا ما نركز دائما في قضايانا على المشكله نفسها، نركز على المنابع، منبع المشكله. يعني مثلا على موضوع من المواضيع اللي بنحكي فيه، خلينا شوي بس نتمشى وبعدين نكمل. يعني ممكن لو ظلينا نحكي عن الطلاق يزيد، ليش ما نحكي عن الحب؟ ليش ما نركز على مفهوم الحب؟ ليش بعض الناس تدخل في علاقات وبتفشل؟ إذا في خطأ في مفهوم الحب. ممكن أنت قاعد تختار شخص اختيار خاطئ، لأنه الحب هو لازم يكون في تبادل بين طرفين. فإذا ما كان في تبادل مسؤولية، تبادل احترام، تبادل حوار، تبادل أدوار، إذا ما توفرت هاي الأمور صار في عملية استغلال. يعني المرأة بتحب الرجل مثلا بتحمل المسؤولية، بتحب الرجل يعني اللي بعطيها اهتمام، بتحب الرجل اللي بعطيها قليل من الكلام الطيب، وبرضو الرجل نفس الشيء. فمو حلوة إنه تكون الشغلة مبادرة بس من شخص واحد. يعني إذا الحب كان مبادرة من شخص واحد بتكون العلاقة فاشلة، بكون علاقة استغلال. يعني أنا والله أظني أستنى زوجتي على سبيل المثال والله هي حتى تحكي لي الكلمات الحلوة، وتصير زي الحب المشروط. الحب المشروط هذا كثير ناس واقعين فيه. أو التعلق، يعني في بعض النساء بتضلها عايشة مع أزواجهم بالرغم أنه بتعرف أنه خاين، وتعرف أنه مثلا على علاقات مع نساء أخريات، وبتلاقيه ممكن تعرف أنه تلفونه ما شاء الله مش مقصر، كل يوم بحكي بصر مع بنات أشكال وألوان. فهذا بسموه الحب المرضي. الحب المرضي هذا حب غير إيجابي. يعني لازم الواحد برضو يحتفظ في قيمته وكرامته وشرفه في العلاقات، لأنه أنت هيك بالطريقة هاي أنت إنسان فاقد للثقة بالنفس. أنت لما ترضى تعيش مع شخص أو تستمر مع شخص بنتقص من حقوقك، وقاعد بهينك في علاقات محرمة وفي خيانات، هذا يدل على أنه أنت إنسان ضعيف الشخصية أو عايش معه لحاجة. يعني ممكن أنت وضعك المادي، وضعك النفسي، وضعك الأسري، واختيارك الخاطئ خلاك تضطر أنك تعيش مع شخص زي هيك. فرجيكم الميات اللي هون. فهاي اللي قاعد من الأسباب، يعني يا ريت إحنا يصير في عنا الثقافة، هاي الثقافة اللي منعلم أطفالنا حتى. يعني قاعدين البنات للأسف في منهم ببني علاقات على أساس سيجارة، علاقة على أساس طلعت سيارة، فصارت العلاقات للأسف. وفي ناس بيقول لك آه والله هي بتحبني. يعني بسمع لك قصص إنه أحد الشباب خطب وحدة وقعد خاطبها 3 سنين ونص، وبعدين شافت إنه الظروف غير مناسبة إنه يتزوجوا، فجت تركته، قالت له خلص بنشوف الوضع، اصبر لك هيك سنة زمان ونشوف الوضع كيف يصير، وأهملته وراحت. ممكن هي خطبت وظلوا يراقب الإيميل تبعها ويراقب الصفحات تبعتها ويراقب. ففي بعض الناس للأسف يا أخوان الكرام، اللي فارقك وعن إرادته، يعني مو ضروري تظلك أنت تطارد وراه طول عمرك. يعني تخيل رب العالمين ممكن يزيدك في الرزق، في المال، في العلم، في هاي، هل تستمر تطارد ورا شخص ما بده إياك؟ فهاي المفاهيم لو بنتعلمها نعرف كيف نحب صح. لكن للأسف توصلني قصص على الخاص، يعني بقولكو يعني ممكن فتيات صار لهم سنوات بلاحقوا أشخاص في السويد، اللي عمره بال60 واللي عمره بصار إيش بال30، واللي بتقول لك أنا بحبه من أيام ما كنت فيه، بديش أذكر أسماء البلاد، اللي من عدة دول، يعني مش من بلد واحد. وبعدها يعني هي أنا مش فاهم هي متعلقة فيه ولا هي بدها تيجي بالسويد، وبتلاحقهم على مين يتعرف، وحتى بتقعد تعدد لك العلاقات اللي دخل فيها. فللأسف يعني لو إنه هاي الإنسانة أو هذا الإنسان عارف قيمته هو الشخصية وعارف شو معنى الحب، لازم يكون في تبادل بين الطرفين. أما الواحد تخلى عنك وسافر وشايفه ما بتواصل معك وسمعت إنه داخل في علاقات أشكال وألوان، فللأسف مفهوم الحب
مو واضح لدى بعض الناس، وبعض الناس بفكروا الحب انه واحد لازم يضل يتصل فيه ليل ونهار، يقرقعني باتصالاته ولازم يجيب لي هدايا ولازم يعمل لي ولازم ولازم. فللاسف احنا عايشين بين 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 شطين وميه زي ما بحكوا. ما بعرف انا الصوت والصوره واضحين، شايفكم ما في مشاركه على الموضوع، لكن انا حبيت اوضح يعني هذا الموضوع. كنت اسمع فيديوهات واتفرج عليه عشان افهم ليش قاعد بتصير هاي الحالات بين الناس، ليش الناس قاعدين العلاقات حتى يعني ما هو هي العلاقات كمان. انا لما انا صادق صديق برضو في حب، يعني مش كل الحب بس موجود بين الزوج وزوجته. يعني مثلا انا ممكن اقعد بعيد عن صديقي شهر وشهرين وثلاثه ما اتواصل معه، بس انا بحبه، مو ضروري احكي معه كل يوم. فللاسف في بعض الزوجات او بعض الفتيات فاهمين اذا بتدخل بعلاقه مع شاب بدها اياه الصبح يتصل والظهر يتصل والمساء يتصل، وانت كنت فاتح اونلاين وانا بعثت لك رساله وما رديت، فضايعين في القصه هاي. خلينا شوي نقعد هيك عند المي. احنا منطقة سيطرة، وصلنا على بحيرة سيطرة. طمنونا بس على الصوت والصورة اخواني الكرام. والله كنت حاب اطلع بالليل، منظر بالليل احلى. مساء الخير اخوي عبدو. وصلنا على منطقة سيطرة في مدينة ستوكهولم، واليوم حوارنا عن موضوع الحب والتعلق. وياريت تشاركونا في قصص، في تعريف للحب بالنسبة لك انت، وليش العلاقات قاعدة ما بتستمر. يعني في ناس تقعد سنة وسنتين وثلاثة وبتركوا بعض، شو الأسباب؟ حتى العلاقات الأصدقاء، شو المؤثرات اللي بتخلي الحب ينتهي او بتخلي العلاقة تنتهي او بتخلي العلاقة تقوى؟ هنركز على قوة العلاقة وتستمر على طول الزمن. عارف العالم اليوم تسبح بالرغم انه في براد الجو. يا الله يا كريم، يا الله يا رب. والله ما شاء الله اليوم ما في حركة على الشط، متوقعتش في ناس كثير اليوم، الجو فيه براد يعني فيه غيوم. قبل فترة في واحد غرق هون، يعني بيقولوا بشهر حزيران تقريبا 23 حالة وفاة السويد غرق، 23 حالة وفاة في السويد. طبعا في ألمانيا كمان سمعت في أعداد كبيرة. للأسف الناس هنا بس يصير درجة الحرارة فوق 20 بشحطة يصير لك العالم كله بدأ تسبح، ممكن بيسبحوا في مناطق بتجاوزوا الخطوط الحمراء هاي اللي حاطينها أو الطابات الحمراء هاي. في هنا طابات حمراء، في ناس ما بتعرف تسبح كتير. 23 يعني عدد مو قليل. طمنونا على الصوت والصورة إخواني الكرام، ما حدا خبرنا، ما حدا حكى، ما حدا كتب. بس أنا حاب يعني أوجه رسالة لإخواني ولأخواتي، بالذات اللي رابط حاله في علاقة والشخص مسافر، إنه ما تقرقعوا ليل ونهار إن كان ذكر ولا أنثى. خلي العلاقات، بقول لك عشان تنجح بالذات العلاقات اللي فيها علاقات اللي فيه وراها نية زواج، مش وراها نية سفر بس. يعني لما الشاب يجي يسافر بيكون عنده هموم أخرى، أو المرأة اللي بتيجي تسافر عنده هم دائرة الهجرة والمقابلات والأوراق والترجمة، وممكن الزوجة إذا جاي لوحدها ومعها الأولاد عندها هم الأولاد، أو الرجل ممكن عنده هم العمل. فللأسف في بعض الأشخاص بيصيروا كل يوم وين رايح وين جاي وين قاعد، التركيز على التفاصيل يخلي العلاقة تصير تشعر في الملل والضجر، وإنه الشخص الثاني قاعد براقب فيه 24 ساعة. طمنونا على الصوت والصورة يا إخوان الكرام، إن شاء الله صوت والصورة تمام.
فالإخوان اللي بتابعوني من خارج السويد، إذا إلك زوجك بالسويد أو إلك مرتك بالسويد، يعني حاول ازرع الثقة. يعني من قبل ما تسافر المفروض يكون في بيناتكم ثقة على العلاقة، ويكون في بيناتكم حوارات ومفاهيم واضحة قبل السفر، لأنه قاعد بيصير حالات طلاق كبيرة، يعني على مستويات حتى يعني في ناس نزلت على الأردن مثلا وتجوزت، وبسبب طول فترة لم الشمل صار في اختلاف على المفاهيم. انت ليش ما بتتصل؟ انت ما بتكاش تسحبني؟ انت ما بتسألش فيي؟ انت بتبعتش هدايا؟ من القصص هاي والدواوين، وصار الطلاق بعد ما صار الزواج واندفعت التكاليف وخسر الرجل، والمرأة برضو كمان تخسر. والناس تعرفوا ما شاء الله عنا بالبلاد ما بيحكوش إلا شوي، فللأسف هاي من الحالات اللي قاعدة بتكثر بين المهاجرين، قصص من هذا المفهوم. فيا ريت المرأة أو الرجل فاهمين شو معنى الحب. يعني أنا لما أتصل في مثلا زوجتي لازم أكون أنا مبسوط، أو أتصل في حبيبتي أو أتصل في صديقي، مش أتصل فيه لما أكون منزعج بس عشان أدخل على قلبه السرور، مش أدخل على قلبه النكد والهم والغم. أفرجيكم هالبطاط، هدول هالوزات ما شاء الله كبار كتير. هاي الأولاد هون عند البحيرة ما شاء الله، هاي هم أولادهم. إن شاء الله الصوت واضح والصورة واضحة. طمنونا، اكتبونا بالتعليقات دائما يا إخوان الكرام، خليكم معنا لأنه بعدين نقعد نعمل بث ساعة ونلاقي الصوت مشوش، بروح كل مجهودنا على شي فاضي. فمواضيع هاي مهمة، لأنه والله بتوصلني قصص ورسائل على الخاص يعني تدمي القلب، اللي بتقول لك ضيعت عمري أنا، صار لي 5 سنين بستنى فيه وجاني أكثر من شاب، وضيعت فرص كتير في حياتي وبفكر فيه ليل ونهار إلى آخره، وبالأخير طلع خاطب، وبالأخير طلع متجوز. ما حدا كتب لنا على الصوت والصورة يا إخواني. يعني اليوم ملاحظ أنا ما في عرب كتير، اليوم جنسيات تشيلي على ما تشيلي على جنسيات هاي الثانية الأخرى، البولندي ومولندي. هيك منظر البحيرة، سبحان الله شيء جميل ورائع، سبحان الله العظيم. نمشى شوي على البحيرة هون وندردش على الموضوع، اللي بحب يعمل إضافات يحكي، نسمع هيك من الطرفين، من الأخوات من الإخوان شو السبب. اسمع لك قصص زوجات تزوجت رجل 2 3 سنين وخلفت منه ولد ولا ولدين وبعدين طلقها، وعاشت باقي عمرها وهي تربي بالأولاد، وصار عندها مفهوم كراهية للرجال. في بعض النساء يا إخوان الكرام ممكن هاي موجودة أكثر عند النساء من الرجال، إنه المرأة إذا فشلت العلاقة وبالذات فشلت فشل ذريع، في بعض النساء تقرر خلص تكرس حياتها وتضحي. وعندنا مفهوم التضحية كتير في دولنا العربية مش زي الدول الأجنبية. الأجنبية عادي بتلاقيها متجوزة ممكن تخلف. يعني أنا كانت اللي مشرفة على زوجتي، ممتاز شكرا كتير، اللي مشرفة على زوجتي على لما كانت حامل في بنتي أمر، كانت تفرجينا صور أولادها، عندها 4 بنات كنا مش عارف 2 ولدين والله ناسي، فبتقول هدول من زوج فلان وهدول من زوج الفلان، عادي علاقاتهم واضحة. احنا للأسف علاقاتنا فيها غموض، فهم عادي بيقول لك عادي فشلت العلاقة بتزوج غيره. احنا لا، نركز على موضوع الفضيحة والناس اللي بيحكوه وكيف بدك تتجوزي وين بدك تتركي أولادك. ففي لسه يعني نوعا ما تحكم في مشاعر المرأة العربية في بلادنا، فعشان هيك ممكن هي بتعيش حياة من الكبت والكراهية ممكن للرجل بسبب الضغط الاجتماعي. وإذا هي ممكن تفكر تتزوج ممكن يتهموها عائلتها إنه أنت يعني دخلتي في علاقة حب ومن القصص هاي، فبتفضل إنها ما تتزوج وتربي أولادها وتعيش حياة من القهر. وعشان هيك بنسمع في بعض القصص إن بعض الناس زي هيك بصير عندهم أمراض
قولون وسكري وضغط وسرطان بسبب الكبت الاجتماعي والضغط الاجتماعي. عشان هيك بعض النساء ممكن تفكر انه بالتضحية، لانه نظام المجتمع عندنا في علاقاتنا للأسف اكثر متحكم فيه من الناس، ونظرة الناس اكثر من رب العالمين. عشان هيك احنا حتى مفهوم الحب عندنا نوعا ما بتلاقيه مختلف عن مفهوم الحب في اوروبا. يعني هسا انت هون في اوروبا اذا بتتعرف على واحدة من اولها بتحط لها قلوب حب، ومن اولها بتجيب لها هدية، بتستغرب بتقول لك شو ماله هذا مجنون. احنا بتلاقي لك الشاب ممكن اول يوم يصير يبعث لواحدة قلوب حب وانتي ويتغزل فيها 24 ساعة. هذا حكي ممكن مستغرب عند الاجانب. يعني اول شي بدي اعرفك، اشوفك، اطلع انا وياك نتمشى، نعرف بعض اكتر، تعرفني اكتر، بعدين بتصير في بناتنا الكلمات الحلوة هاي الكتير والغزل الكتير. احنا منظلنا غزل 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 غزل، وبعدين ببلش نكد 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 الى يوم النكد، وبعدين ببلش يختفي يا الرجل يا المرأة. شو رأيكم بالكلام هذا، في منه ولا ما فيش منه؟ شاركونا، يعني بدنا شوي هيك عشان نوصل المفاهيم هاي، لانه قاعدة بتدمر اسر، قاعدة حتى بتخلي اولادنا والجيل الجديد كمان ياخذوا هاي المفاهيم ويربوا اولاد حاقدين على المجتمع. هاي الاولاد بيلعبوا ما شاء الله منطلقين في الطبيعة. يا رب علي هذا الولد عبى حاله، غرق 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 العقل. طيور سبحان الله ما شاء الله. ها دوستا ماتا، انا في منطقة سيطرة في مدينة ستوكهولم، منطقة سيطرة على الخط الاحمر في مدينة ستوكهولم، تبعد تقريبا 23-22 دقيقة من وسط العاصمة على الخط الاحمر رودا لينيا ستوكهولم. يعني حتى نظام الزواج عندنا صار نوعا ما، زمان كان يعني نوعا ما تقليدي، كله قاعد بيأثر في بناء الأسرة، كله قاعد بيأثر في نظام الأسرة، في العلاقات، في الحب، في الغيرة، في الحسد، وبالإضافة للإعلام أثر بشكل كبير. صارت البنت تقول لك والله أنا بدي واحد يكون جماله جمال المسلسلات التركية، ولا وضعه المادي كذا، ولا فالإعلام لعب دور، لعب دور كبير في تغيير المفاهيم السابقة. فرجع على الطيور هاي كيف، سبحانك يا رب. طبعا منطقة سيطرة من المناطق هاي المفضلة كمان لأخواننا العرب، ومن هون نضلنا ماشيين، ضلك ماشي على الامتداد توصل لمنطقة بريدينغ. يعني هاي المناطق اغلبها سكانها اجانب، اجانب يعني مش بس عرب، ممكن بولندي، ممكن استوني، ممكن امريكا الجنوبي الجنوبية. سبحان الله الطيور منتشرة اليوم، شكلها جوعان، شكلها وقت الغداء، هاي فترة الغداء، شكله موعد الغداء، كلهم متجمعين. والله أنا صحيت علشان أولادي وترملت وبعدين تركوني مثل الضيوف يأتوني، للأسف، لأنه هم ممكن وصلتهم برمجة إنه وظيفة الأب والأم هو إنه يعني كأنه الأب والأم موظفين عند الأولاد. للأسف في عندنا بعض المفاهيم إنه الولد يعني بفهم الحقوق كما الأولاد لهم حقوق وعليهم حقوق، بس بعض الأطفال للأسف ممكن بطلوا يفهموا شو حقوقهم. يعني حتى الأب والأم لو توفوا بظل في حقوق على الأولاد، لكن للأسف كثير من الأطفال في العصر اللي احنا بنعيشه ممكن جاهلين للدين، جاهلين للمفاهيم، للقيم، عشان هيك بتجاوزوها، عشان هيك بتجاوزوها. هو بكون المفهوم اللي عنده مختلف عن المفهوم اللي موجود عند الأب والأم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني اكثروا من التكبير يا إخوان الكرام في هاي الأيام المباركة، هاي الأيام المباركة إن شاء الله ربنا يفرج عنكم عن أحزانكم، واللي عنده مغترب مسافر الله يرده سالم، واللي بعيد عن أولاده إن شاء الله ربنا يجمع الشمل، يجمع الأحباب مع أحبابهم، الدعاء والعمل الصالح. والله الطيور كابسة معها، قاعدة بتتهاوش في هذول الطيور مشاغبين. خلينا نروح هناك نتمشى. كأنك جيت للبحر، حجيت للبحر. حجيت إن شاء الله نحج يا رب. هاي الأماكن كلها بتذكرك في الله، الله موجود في كل مكان. يعني مش بس الواحد يكبر عند الكعبة، ممكن يكبر في أي مكان ويذكر رب العالمين في أي مكان ويسبح في أي مكان. هذا التأمل، سيدنا إبراهيم كان من المتأملين للكون، تأمل عبادة، بس يكون في نيتك النية، إنما الأعمال بالنيات. طبعا أنا طرحت موضوع فوق وحكيت عن موضوع الحب والتعلق، يا ريت تشاركونا في المفاهيم اللي احنا قاعدين، مفاهيم مغلوطة عايشينها وقاعدة بتأثر على حياتنا وحياة أطفالنا وبتأثر على نسيج المجتمع. يعني شوف نسيج المجتمع العربي للأسف، يعني عشان الدولة تكون قوية لازم تكون الأسرة قوية، فالأسرة هي انعكاس للوطن، هو انعكاس للأسرة. فلما تشوف الأسرة العربية صارت متماسكة مترابطة متراحمة متحابة، اعرف ان الوطن راح يصير قوي ان شاء الله. يا الله إن شاء الله جميعا نحج بيت الله الحرام يا رب. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اهتمام ورعاية واحترام وواجبات، كلام جميل. هو لو كل شخص يعرف الدور المطلوب منه في الأسرة كان ما بتصير الاضطرابات، ولما ما تكون في بعض الأمور واضحة يصير في عليها توضيح، مش يضل هالملفات تتسكر. للأسف في كثير من الأسر بتلاقيه مثلا يمكن الزوجة تشوف أخطاء تضلها صامتة صامتة صامتة، أو الزوج يضل يشوف أخطاء يضل صامت، ما في حوار. فالحوار بيساعد الأسرة على أنها هي الحوار طبعا هو أسلوب، الأسلوب الجيد. فمن اللي بيزيد المشاكل في البيت أنه عدم توفر الحوار، قنوات الحوار الجيدة، وسائل التواصل الجيدة، حتى في العلاقات بين الأصدقاء وبين الحبيبة، إذا ما توفر أسلوب اتصال جيد واحترام وتقدير
وبعض الأحيان تجاهل، يعني مو ضروري أظني على كل خطأ واقف زي بوز المدفع. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. والله المشي عند البحر شيء رائع هيك، بالذات التراب هذا هيك شيء جميل جدا، مع صوت الماء هيك وحركة المياه شيء جميل جدا. يعني مرات انت مثلا في شغلات بينك وبين زوجتك وبينك وبين الشخص اللي بتحبه، يعني مرات مثلا انت حاب تروح مكان بس هو ما بحب هذا المكان. في بعض الناس بتتبع اسلوب الضغط باستمرار، الضغط الضغط، يعني هذا الاسلوب بنفر الاشخاص، اسلوب الضغط مو حلو، فهذا بخرب العلاقات. يعني احنا العلاقات اكثرها مبنية على اساليب، اساليب. طبعا بالبداية العلاقة لازم يكون في اعجاب، يعني والله انا اتزوجت واحدة بس عشان اسافر على السويد، يعني هذا الزواج زي ما بسمع القصص للاسف، بدي اسافر على بريطانيا بدي اسافر على هولندا، عشان هيك كثير كمان بتسمع قصص فشل زواج، لانه هو زواج مصلحة من الاساس او زواج مشروط. هذا غير الضرب عندنا في الدول العربية، كويس اني حد ذكرتني. يعني غير انه في بعض النساء او بعض الرجال بيصيروا يكرهوا الاطفال في ابوهم او بامهم، او بيعملوا لك اياها، بيعملوا لك اياها حساب. يعني بتصير الام تقول لهم هاي ابوكم بيصرفش علينا، هاي ابوكم بيجيب الناش، هاي ابوكم بيعمل الناش، بتكره الام اولادها في ابوهم، او العكس، او الابو بصير يناصر الاولاد ويصير يجيب لهم ويهديهم على سبب انه هم يوقفوا بصفه. هاي الحركات يعني مو كويسه، وبتلبي بتربي جيل للاسف عنده مفهوم للاسره خاطئ، وعنده كراهيه للاسره، وممكن كراهيه للمراه نفسها، لانه يمكن الزوج اللي بكره زوجته طول الوقت يحكي عن النسوان، طماعات واستغلاليات وبنعطوش وجه، فبكون في عبارات بتضلها تتكرر مثلا من الرجال، والنسوان في عبارات كمان متكرره، الرجال خاينين ويا مأمنة بالرجال ولا تأمني بالغربال، وبتصير مثلا هاي العبارات تتكرر وتتبرمج لدى أطفالنا، عشان هيك بطلع أولادنا فاشلين في الزواج. أكره امرأة هي التي دائما تشكي وصوتها عالي. طبعا هذا كله له أسباب أخي الكريم احنا قاعدين نحكي فيه، اللي هي البرمجة الأسرية، اللي هي البرمجة اللي قاعدين نحكي عنها هسه احنا، اللي هي لما يكون الأب والأم فاشلين في زواجهم وقاعدين عايشين في جفاف عاطفي سنوات طويلة، ما في حب، ما في كلمات حب، ما في لمس، ما في قبلات للأطفال، ما في احترام على باب البيت، قدام الجيران صراخ، ضرب، اعتداء على بعض للأسف، فبتصير الحياة عبارة عن صراع، صراع البقاء، لأنه غاب الوعي وغاب الاحترام وغاب مفهوم الحب نفسه الأصلي للأسف. لأن الحب هو مشاعر إيجابية عكس التعلق، مشاعر سلبية قد يصل بالإنسان إلى الوسواس ولا للكراهية. مساء الورد أخوي شادي، الله يسعد مساك. اليوم نحكي عن الحب والتعلق، ونحكي عن بعض المشاعر اللي في بدايتها قد تكون إيجابية زي الغيرة، وللأسف إحنا ممكن أكثر جرائم الشرف عندنا بتصير بسبب الغيرة، الغيرة اللي هي المرضية مش الغيرة الإيجابية. يعني بالبداية ممكن الرجل يغار على بنته، يغار على زوجته، بس بعدين بصير يتحكم فيها. يعني في بعض الرجال ما بخلوش زوجاتهم تطلع مثلا، إن كان بالسويد ولا في وطننا العربي، حتى أولادهم. يعني أنا مرة ممكن ذكرت لكم قصة انه كان عندنا احد الجيران صديق لنا من عمرنا، كان هو الوحيد على خواته، كان هو المتحكم في خواته، ممنوع تمد راسها من باب الدار، كان اللي تطلع راسها يرميها بحجر. فهذه اخذها المفهوم من ابوه وامه، دير بالك اخواتك هدول شرفك هدول عرضك، فما زرعوا الثقه، ما زرعوا انه هدول برضو كمان خواتي انا، هيهم بصلوا ومحترمات وكيسات. انت لما تظلك تشك فيي، كثرة الشك بتخلي الإنسان يوقع في الغلط، كثرة الشك. أنت لما تظلك تقول لي أنت شكلك تدخل مواقع، أنت شكلك بتعمل، أنت شكلك شكلك شكلك،
حتى تقول الشيطان بيصير يوحي، بيصير في الإيحاءات، بسموها الإيحاءات السلبية. فلازم تكون العلاقة، العلاقات الناجحة تكون علاقات مريحة. إذا ما كانت مريحة بتكون يعني مصيرها إلى الفشل. العلاقة اللي كلها ضغط وكلها تحكم وكلها استغلال، استغلال مادي واستغلال جسدي واستغلال في الأكل والشرب والجنس. أنت متجوز واحدة بس عشان تستغلها في الشغلات اللي زي هيك، راح تزهقك وتزهق عيلتك كلياتها وممكن تهرب. والعكس صحيح، ممكن المرأة اللي تستغل الرجل. نعم، في غيرة محمودة وغيرة مذمومة، بس للأسف كل شيء له حدود. يعني أنت لما تصير الشغلة فيها تحكم، أنه تطلعيش وتلبسيش وتنزلي شرب وتنزلي بصر إيش وليش لبسي هاي وتحطيش عطر وترفعيش صوتك يعني تصير كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم، بتصير الشغلة يعني بتدل على خوف مرضي عند الشخص، تدل على أنه هو ممكن سامع قصص كثيرة، مار عليه دواوين كثيرة وكثير هدول ممكن الأشخاص، أو حاضر أفلام كثيرة الشخص نفسهم، وصير يشك. وإذا دخل الشك في أي أسرة دمرها، أي أسرة في العالم، أي علاقة يا إخواني الكرام، مدام دخل الشك فيها خلاص أحكم على العلاقة هاي، حط احتمال قد أقول لك فوق 90% أنه العلاقة راح تفشل. العلاقة اللي فيها شك، تخيل حدا يقول لك أنا بشك فيك، بس الكلمة هاي لوحدها تنزع، بتدمر العلاقة بشكل كلي. أحلى شيء بالزواج هو أن يتواجد عند الاثنان وجوههم تستحي من الله. أكيد هو اللي بخاف رب العالمين. أصلاً العلاقة الزوجية هي علاقة عبادة، أصلاً هي الزواج هو كله عبادة. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يحكي للصحابة يقول لهم إنه حتى الإنسان لما يعني ينام مع زوجته هذا إنه بكسب عليه أجر بدل ما ينام بالحرام. بس لما تكون الزوجة تطيع زوجها، يعني بقول لك حتى إنه ليش أكثر النساء، الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل لما شاف النار ورأى إن أكثر أهل النار من النساء، فلما سألوه قالوا ليش، قال لأنهم ينكرن العشير، العشير اللي هي العشرة. للأسف هاي موجودة يمكن عند النساء أكثر من الرجال. يعني بتلاقي مثلا المرأة تدقق على التفاصيل كثيرة، ممكن الرجل قاعد بيشتغل ليل ونهار وبتيجي هي عشان خطأ بسيط من أخته ومن أمه ممكن تفضحه، ممكن تفتح الملفات كلياتها، ممكن تقول له أنت ولا عمرك جبت لي ولا عمرك. فهاي الأسلوب النقد واللوم هو اللي بيدمر العلاقات الأسرية، وهذه موجود عندنا في دولنا العربية كثير. القصص هاي ممكن يمكن ما تلاقيها كثير عند الأجانب. الأجانب ممكن تلاقي عندهم خيانات، يعني ممكن الرجل يكون متعرفة واحدة تانية وخيانات أكثرها هيك. إحنا كلام كثير، احنا جماعة كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، طول النهار نحكي. جمعة مباركة داليا. في مغربي بالسويد قتل زوجته الجزائرية بالغلط بسبب الغيرة. بقول لك هاي الشغلة عندنا موجودة، الغيرة عند الرجال، الرجل العربي تقتل. ممكن المرأة تقول لك ايه هذا خلص، توصل معها لمرحلة معينة بتتركه، بس الرجل العربي للأسف متأثر بالمسلسلات المصرية والعمدة. والعمدة يا بي انا حقطعك حتت، هنحط الموبايل شوي هيك على الخشبات هدول ونروح هناك شوف الجهة هاي المقابلة شوي هيك نريح شوي بالتلفون. مش عارف كيف الموضوع هذا يا اخواني الكرام، من المواضيع الحساسة، مواضيع المهمة. ما بعرف الصوت الصورة واضحة شوي، نريح ايدنا لانه هذا التلفون طويل قاعد يعني بوصلني رسائل كثيرة. ليش بوضح هاي الأمور، ليش بحكي عنها؟ عشان توصل للكل، للي بيتابعوني الكل، ويمكن يوصلوا للأصدقاء تبعونهم. توصلني قصص كثير على الخاص، علاقات مهدمة، علاقات تعبانة، علاقات فاسدة، حسد. انتوا بتسافروا حتى بالتعليقات كمان، للأسف هو الإنسان اللي بيكون يعني بقول لك السفينة بتكون موجودة بالبحر وماشية بكل أريحية، ممكن تدخل جميع المحيطات بس يدخلها شوية مي بتغرق. فالإنسان نفس الشيء يا إخوان الكرام، الإنسان اللي بواجه كل ضغوط الحياة
بيقدر يضلوا عايش وبيقدر يضلوا صامد. يعني حتى بقول لك اكثر الناس احنا بنمر بالامراض النفسيه او بالازمات النفسيه، بس لما الازمه النفسيه تصير جواتك بتدمرك، بتصير زي الشوكيش على راسك بالليل، بتصير تضلك فلان حكى علي، فلان بصر ايش، اهلي بيحسدوني، مرتي بتغار، مرتي بصر ايش، بتشك فيي، بتفتش ببلاطيني، بتفتش بأوعيي، فبتصير انت تعيش حياه من الارق والاكتئاب. فعشان هيك العلاقات الفاسده حاول دائما تخلص منها قدر المستطاع، لانه في ناس مهما تكرمها في الحياه راح تعتقد ظنا منها كرمك إلها يعني انه هي احسن منك، او هي المتفضله عليك، او انه انت مجبور تحترمهم، وهذا يدل على ثقه، ضعف الثقه بالنفس عندك انت. لانه انت لو انسان واثق بنفسك تعرف حدود العلاقه بينك وبين الاخرين وبتعرف قيمتك، فانت التعلق الشخص في شخص اخر يدل على انه هذا الشخص المتعلق عنده مشكله نفسيه في شخصيته، عنده خطا في شخصيته، لانه هو شخصيه اعتماديه في الاغلب، هو اعتمادي. لانه الشخص الاعتمادي اللي كان يعتمد على ابوه وامه ومدلل بده شخص ينفذ له كل رغباته، لكن الانسان المستقل اللي بيبني شخصيته وعارف حاله بيقدر يعيش في اي مكان في اي وقت وبقدر يتسلى ويستمتع ما راح يكون تعال متعلق في الطرف الاخر. تمام. البرمكية والمعتمد ابن عباد عندما قالت له لم أرى في حياتي معك يا سعيد، قال لها ولا يوم، ولا يوم الطين. حلوة، ولا يوم الطين. الله بعين يا أخي الكريم، والله يعني حرام يعني أسرة تكون عايشين 20 و15 سنة عايشين. يعني بسمع القصص من الدكاترة والمعالجين النفسيين بقول لك زوجة تعيش مع زوجها 15 سنة، هو بسرير وهي بسرير. واسمعوا القصص، ادخلوا على جاسم المطوع وشوفوا قصص للأسف عجب العجاب عن قصص انه الجفاف العاطفي اللي قاعد بيصير للأسف. ممكن المرة تكون مقضي، يعني أصدقائي اللي بيقولوا لي والله النسواننا بقعدوا بتفرجوا على الأتراك والمسلسلات التركية كثر ما بتفرجوا علينا احنا، يعني ممكن تظلها تتغزل بالممثل. شوفوا ما احلى، شوفوا ما اسكى، بقول لك انا نفسي اسمع كلمه من الكلمات هاي. يعني بتلاقي عايشة مع جوزها 10 سنين ما عمرها قالت له والله ما شاء الله عليك، والله شكلك يا زوجي انك حلو، شكلك مرتب، شو هالطول، شو هالكسم، شو دفتر الرسم. يعني الرجل برضه بحب التقدير والاحترام، بس بعض النساء يمكن المفهوم هذا ما واصلهم، انه هي بس هي اللي بدها تاخذ، زي ما بدك تاخذي اعطي. يعني إذا بدك جوزك يمدحك امدحي عشان تكون العلاقة متساوية متعادلة نوعا ما، مش بس الرجل اللي ظله هو والله مهتم فيكي، هو يجيب لك ورد وهو يغديكي وهو زي ما هو بعزمك على المطعم اعزمي مو غلط، بلاقيها قد الدنيا، انت بتكسبيه بالدرجة هاي بتكسبيه. بس للأسف احنا نادرا ما تلاقي لك امرأة عربية بكل صراحة، احكي لكم اياها بكل صراحة، يعني انا مثلا بطلع على زوجات اخواني وبطلع على جيراني وبطلع، يعني نادرا ما اسمع مثلا زوجة اخوي ولا زوجة صديقي انه والله والله هي عزميته على مطعم، مو ما فيها اشي، يعني ما فيها اشي، يعني شغلة حلوة. يعني ليش دائما الرجل هو المبادر؟ طب يعني ليش ما تكوني انت كمان تكوني انت المبادرة؟ ابحثوا عن وسائل الحب وتقوية الحب. احنا لو ركزنا على وسائل تقوية الحب بتظل هالعلاقة قوية بين الطرفين، لكن طرف واحد معتمد على الطرف الثاني يعمل كل شيء. المرأة المظلومة من يكبر اولادها ترد الصاع صاعين، صح، في منه هذا الكلام كثير للأسف. فللأسف احنا يا ريت مثلا الزوجات العربيات قاعدات طول، في منهم عدد كبير قاعدات طول النهار يحضر مسلسلات تركية ومسلسلات مصرية ومسلسلات سورية، وللأسف يطبقوا المكايد اللي في المسلسلات، ما بيطبقوا الأشياء الحلوة. والله أعمل لزوجي طبخة حلوة وهلا بيجي على البيت أجهز له هالورود وأستقبله وأستقبله استقبال الأبطال الفاتحين، وقتها أعرف إنه جوزك والله راح يحطك على راسه من فوق، والله راح يعمل لك، إلا إذا هو نذل عاد هذا شيء تاني. شوف لي هالببو هذا الولد الصغير الطفل كيف ما أحلاه ماسكة تسبح على الشط. يعني زي هيك شوفوا الولد هذا مثلا تاركينه اهله، وين اهله؟
والله ما انا شايف ولا حدا هون ولا هون. هذا لو سحبوا المي هسه ممكن يغرق. قبل فترة انا سمعت واحد غرق هون، نزل تحت الجسر هذا، لقوه تحت الجسر، حتى احد الاطفال كان يلعب اجى نادى ابوه وامه، كان من جنسية امريكا الجنوبية. فيا اخواني الكرام، على المرأة المبادرة كمان، يعني مش كل شيء. انا ما انا انا لا بدي اوقف مع الرجل ولا بدي اوقف مع المرأة، بس هذا اللي قاعد بيصير. يعني قاعد بتطلع من البيئة المحيطة فيي، من اخواني، من اصدقائي، من القصص اللي بسمعها. يعني اكثر شيء دائما بسمع مثلا من الرجال انه بقول لك والله انا حقوقي مهضومة، انا لازم مثلا اطلب الشغلات طلب. يعني مش انه زوجتي ان هي مهيئة نفسها على اكلي، على سهرة، زبط لي جو بالبيت. طب ما احنا بنتفرج عليهم بالتلفزيون بيعملوا اجواء في هالممثلات وبزبطوا لازواجهم وسهرة وكل. طب ليش تخلي جوزك يشتهي غيرك؟ اللي بيصير اللبسات اللي هو شايفها على غيرك عشان ما تقولي عينه زايخة وبتطلع على غيري. طبعا لو هو دي تطلع طول النهار شايفك بالبجامة وملابس الله اعلم ملابس الطبخ. يعني حاولي غيري. يعني هلا بال24 ساعة مو فاضية لما يجي جوزك مثلا من الشغل تلبسيه لبسة حلوة، هاي بتزيد الحب. اذا انت بدك جوزك وحبك وتقوى العلاقة. بس للأسف في تقصير من الطرفين، فكل طرف للأسف يصير يوقع يحط اللوم على الطرف الثاني، يصير يقول لك هي السبب لا انا السبب. شوف هاي الولد دخل على المي هسه، شو بدي رجعه؟ هاي امه يمكن اجت منيح صحبته المي. فعلاقة الحب هي علاقة بين طرفين، ان كان رجل وانثى او كان حتى صديق وصديق. انت صديقك اللي ما بتواصل معك، يا اخي بادر اتصل فيه، اختك، اخوك. حتى العلاقات صارت بين الاخوان، بين الاقارب، بتلاقي لك واحد بطل يحكي مع الثاني على السريع بسيء الظن، يصير يقول لك اه يا عمي. بالذات احنا المغتربين متاثرين كثير من الموضوع القصه هاي يا اخوان الكرام. احنا المغتربين متاثرين كثير، يعني بتلاقي لك اولاد اخوك، اولاد اختك، اولاد يعني حدا من عيلتك مثلا بنتظر منك انت تضلك تتواصل معه، واذا انت ما تواصلت بصير يقول لك اه يا عمي ما هو نسينا، ما هو عايش بالسويد. وبصيروا الفوا لك قصص في البلد تبعك وسوء ظن للاسف، وبتصير تطلع عليك قصص وحكايات وانت مش عاملها. وبترجع على الاردن او بترجع على سوريا بتلاقي اولاد عمك بطلوا يحكوا معك، اولاد خالتك بطلوا يحكوا معك. يا اولاد الحلال طب شو في؟ اه ما انت ناسينا، ما انت بايعنا، ما انت شايف حالك في السويد. يا طب اولاد الحلال انا يمكن مريت بظروف صعبه، انا تبهدلت بالاقامه، انا تبهدلت في العمل، انا ممكن كنت تقدر تتسفر، انا وضعي صعب كان، انتوا ما سالتوا فيا، انا كنت عايش مغترب، انا كنت عايش بقريه طول الوقت نهار ليل والدنيا ليل وبرد وثلج وانتوا قاعدين بتوجهوا لي تهم. للاسف هذا اللي بيصير قاعد معنا. يعني انا بس اغيب على الاردن وارجع بلاقي الوجوه غير الوجوه، الابتسامات غير الابتسامات، واحد مبوز واحد مش مبوز. وبدك تقعد تراضي الجميع بالهدايا، شو بدك تجيب هدايا حتى تجيب هدايا اذا كل واحد عنده 6 اولاد وسبع اولاد؟ يعني احنا كمان بنواجه هاي المشكله، المغترب والمواطن او القريب. فهي علاقه الحب يا اخوان الكرام، او علاقه التعلق، او علاقه الحسد، او العلاقات بشكل عام، اذا ما فيها راحه وما فيها تدقيق وما فيها استمتاع، يعني راح تدخل على قلبك الجلطه والضغط والاكتئاب والامراض النفسيه. الله يسعد مساكم يا رب. خلاص هسه العودة سوف نعود للوطن. يا وطني وطن على وتر. يلا نودعكم يا هالبطاط. السلام عليكم يا حبايبي يا حلوين. المرأة في الغرب مثل السرطان الذي ليس لها دواء. والله ما بعرف أنا هاي العبارات ليس لها دواء، يعني مين المرأة؟ هل هي المرأة السويدية، المرأة العربية، المرأة الأجنبية؟
العبارة بدها تفسير، يعني العبارة كبيرة هاي قصة، فسر لنا وضح لنا. يعني باختصار يا إخوان الكرام، يعني زي أحد خبراء التنمية البشرية قالوا له أعطينا اللغز تبع النحافة، إنه كيف واحد ينحف وزنه. قال لهم باختصار شغلة سهلة، كثر مشي قلل أكل، هاي المعادلة. بس إحنا البشر بنحاول إيش يصير، يقول لك بيجي لك واحد يقول لك لا لا ما بكفي هيك. إحنا يا إخوان الكرام نحاول يا يعني نتفلسف زيادة عن اللزوم، يا عشان بدناش نعمل العمل نوجد له مبرر. بصير يقول لك لا لا طب أوكي قلل الأكل، طب شو يعني قلل الأكل؟ آه يعني قلل الكوليسترول وبصارش قلل السكر وقلل الملح وقلل، وبصير يقول لك وبعدين ببطل بسويش إشي. وقف نأخذ لك صورة، صورة بالألوان هيك منيح ولا هيك؟ والله هناك كانت أحلى هاي المنظر. الله يسعد مساك حبيب القلب. خلاص أخذت ولا راحت؟ الله يسعد مساكم يا رب. والله يا إخوان الكرام هذا الموضوع مهم جدا، يعني تسمع لك النسب، يعني هذا الطلاق الفعلي اللي قاعد بيصير. يعني إذا بتقول لك بمصر 40 فوق 40%، كل يوم 240 حالة طلاق. يعني هذا بهدم بنيان المجتمع. طبعا غير نسبة بدناش نحكيها، في بنات مزعلوا منها بنسبة العنوسة، وحتى ونسبة العنوسة من الطرفين من الرجل والمرأة. يعني بقول لك لبنان قدين نسبة وغير الأرامل. فعشان هيك قاعد المجتمع، يعني المرأة في لها حاجات في لها رغبات، والرجل في له حاجات وفي له رغبات قاعدة ما بتتحقق. عشان هيك في تصادم في المجتمع، في تصادم، الناس مش قادرة تحقق أهم الحاجات في الحياة، لا الرجل ولا المرأة. عشان هيك صار في هروب، صار في هروب إنه اعتقادا من الأشخاص إنه السفر رح يحقق لهم هاي الأهداف. فلازم يا إخوان الكرام نتنور، لازم بالذات أنا أنصح الشباب أو المقبلين على الزواج أو بفكروا يتزوجوا، إنه يا أخي الكريم اتعلم شو معنى الحب. شو معنى الحب؟ أنت تخيل حالك، أنت تخيل حالك الشخص اللي بتحبه، شو هو مواصفاته، شو لازم تتقدم بالمقابل. وهاي العلاقة خليها علاقة فيها كمان عبادة. يعني أنت لما تتكلم كلمة حلوة أنت تؤجر عليها، ابتسامة أنت تؤجر عليها، الدين تبعنا كله ابتسامة. أنت لما تقدمي الأكل لزوجك هذا أجر عند رب العالمين. بتلاقي لك في بعض النسوان بيشترطوا، مش عاجبك تأكل تأكلش، هاي المطاعم فاتحة، بدك تغسل اغسل أوعيك بنفسك. يعني بتسمع لك قصص زي هيك، يعني المرأة الرجل عايش معها زي العايش إقامة جبرية. فبتلاقي لك البنت بدهاش تتجوز إلا واحد بمواصفات أمير أو وزير، بدها إذا كمان كانت حلوة يا حبيبي، يعني بتلاقيها بطل يعجبوها كل الشباب، بتظلها تتأخر. أو في بنت تانية، البنت المتعلمة اللي طول الوقت بتقول لك بدي أدرس بدي أكمل تعليمي، بس تخلص بكالوريوس ماجستير. سمعنا قصص زي هيك، بالأخير بكون قاعد منعرض لها شباب حلوين ومرتبين، وكون عندها فرص كتير في الحياة إنه هي تأخذ شاب، يعني شاب مرتب، ويكملوا مع بعض مشوار الحياة. هي الحياة عبارة عن رحلة، يعني ما بعيق الزواج إكمال التعليم، بل إنه بكمله. يعني أنا بتابع مثلا أشخاص ناجحين في حياتهم قالوا إحنا ساعدنا الزواج على الاستمرار في النجاح. بالعكس ناس فاهمين خطأ، في ناس للأسف بعض النساء أو بعض الرجال منشروا لك مفاهيم في الأنترنت إنه أنت إذا زوجت رح يعيق ويأخر نجاحك في الحياة، وهذا مفهوم خاطئ. لا، الزواج إذا كان في حب وفي فهم وفي تعاون، يعني ممكن أنا أدرس الدرس وأسمعه لزوجتي وتسمع لي وتساعدني في الكتابة وتساعدني في القراءة، إذا كان في حب حقيقي، إذا كان في حب متبادل، الحب المتبادل مش الحب المشروط. مش متجوز واحدة كل شوية تقول لي والله بنفسي تاخدني على إيطاليا، ونفسي أعيش بسويسرا، وتقضي حياتها على نفسي ومش نفسي، ومبوزة ضاربة بوز 5 متر، كل ما تقوم من الصبح تقول لك مش طايقة أشوفك ومش طايقة حدا يتطلع بوجهي. هيك في للأسف صار نسبة كبيرة من البنات نكديين، حتى صاروا ينشروا ثقافة النكد في المواقع. بتقول لك أنا
وحتى صاروا اكثر بوستات الشباب بقراها شو رايكم بالبنت النكديه وشو رايكم، يعني صار في تصنيف في المجتمع. ليش انت نكديه؟ يعني انت نكديه لنفسك. طب ما بكره ممكن يصير معك سرطان بسبب نكدك، ولا يصير معك قولون، ولا يصير معك مرض، ولا تخسري. فليش توصل للمرحلة هاي وتنكدي على نفسك وعلى غيرك؟ طب هذا أصلا حرام. لا ضرر ولا ضرار في الدين، لا ضرر ولا ضرار. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فما بالك لزوجته أو لزوجها. لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن شرط من شروط الإيمان، حتى يحب لأخيه. لأخيه ممكن مش أخوه، يعني أخوه يعني ممكن أخوه المسلم، يعني ممكن يكون جاره. حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بتلاقيك يمكن الرجل يكون راجع تعبان، أو زوجته بتشتغل وتعبانة ومكسرة، تيجي بتقول له مثلا قوم ابصر ايش ودي الولد. طب ما انت شايفيتني تعبان ومكسر وانت قاعدة طول الوقت على التلفزيون، أو العكس. فما في مراعاة مشاعر الطرفين، عشان هيك بصير في كراهية، عشان هيك بصير في تمرد، عشان هيك بصير في استغلال. المرأة بشكل عام إن سويدي أو عربي، لأن الرجل ما عنده ولا أي حقوق ولا اعتبار. هذا طبعا لذا عبر عن مرض مزمن بالنسبة للرجل. طبعا بالنسبة هنا في أوروبا، محمد كهاي بصار إيش اسمك بعرفش، ريت لو تكتب نيا بالعربي مو غلط. المرأة العربية للأسف بس تطلع على أوروبا، بعض النساء دائما ركزوا مع بعض، في منهم جاي على طمع، جاي عارفة إنه أوروبا تعطي حقوق للمرأة كثيرة، فبتقول لك فرصة. مش الرجل يعني بصير الرجل عايش معها على زي ما تقول على شفا جرف جار. فإذا هو بتقول لك يعني حتى كنت أسمعها أول ما جيت على البلد هاي، بالذات الأشخاص اللي تجوزوا نسوان ومعهم إقامات، سير بقول لك انا حاط شنطتي عند الباب، اول ما زعلها يمكن تقول لي روح نام عند اصحابك. بالله عليك وهاي علاقه، بالله عليك وهاي علاقه، هاي علاقه الزواج. ايه شنو ربرا باري ليتل لايف بارابيسكا انت بوسبنسكا تاك تاك. معلش الصوت كان عالي هيك شوي، حبينا نغير. دائما الانسان لازم يحاول يعدل ويجلس. قال لك من وين طلع هالصوت هذا؟ داخلين مكان كله صيد وكله سويديين، فحاولنا نغير الجو. في العراق يتزوجون الأرملة والكبيرة في السن أكثر من غيرها. والله ممكن عارفين لأنه هي متعقلة، لأنه عارفينها أنه هي بدها تنستر، مش زي اللي بنت ممكن عمرها 20 سنة طمعانة داخلة على طمع. يعني أوكي عندها أحلام، زي اللي هسه بيجي على السويد بدي بيت وبدي فيلا وبدي بصريش، فبتلاقي عنده أحلام كتيرة. فالبنت أول زواجها بتلاقيها هي متخيلة حالها العروس، وبتكون حاضرت لها 5000 فيديو. ما احنا أول ما نقوم الصبح بتلاقينا على فيديوهات على فيديوهات على فيديوهات، صارت البنت والولد يتفرجوا على الفيديوهات، صار الواحد فيهم يحلم. خلينا نحطها هيك أحسن، شوف كيف نطلع نريح شوي. لا ليش هيك؟ نحطها اتجاه البحر. نريح شوي. فصارت البنت والرجل، احنا صرنا عايشين في عصر الميديا يا اخوان الكرام. احنا كل يوم من الصبح اول ما نتصبح بنشوف فيديوهات وبنشوف صور، فصار في غزو فكري كبير في الفيديوهات والصور والافلام. فالبنت قاعده طول النهار بتتفرج على مسلسلات او الرجل، طبعا بالذات اللي يعني بحضر مسلسلات كتير وافلام ومغنيين واغاني ورقص واشي ونانسي عجرم وبصرمين يعني بغض النظر، يعني بصير المخ عنده مرجعية، بصير المخ عنده ميزان بده يقيس. يعني قاعد بعمل لك زي عملية مقياس، برموميتر وكرموميتر والقصص هاي، بصير يقول لك والله هاي البنت، بصير عندك صورة للبنت اللي بدك تتجوزها بالمستقبل، والبنت بصير عندها صورة للرجل بدها اياه. بصير كل ما يجي رجل بطابق هاي الصفات ولا بطابقش. بعدين اذا كمان بعد اول ما يصير في مرحلة الاعجاب، بصير بعدين بدها تشوف هل مرحلة الإعجاب بعدها بصير في اشتياق زي ما حكينا قبل فترة. بعدين بصير في إنه والله بتطلع على مطعم بدفع كريم، بيحترمني، بيمسك من إيدي زي بالمسلسلات زي بالأفلام، بيفتح لي باب السيارة، شو نوع السيارة، شو نوع الساعة اللي لابسها، شو نوع الكندرة اللي لابسها، شو نوع اللي بصر إيش،
بقدم لي الطعام بطعمين بايده الى. معلش وقع التلفون انا بحكي، سامحونا. ان شاء الله كانت الصوره والصوت واضحين يا رب. فبرضو الميديا والاعلام لعب دور كبير في غسيل ادمغتنا. هو ممكن هو برمجنا على اشياء احنا بطلنا واعيين عليها، صرنا لا شعوريا نرفض او نقبل. فالواحد فينا لازم برضو يكون واعي نوعا ما على الاشياء اللي بيحضرها، لانه بتاثر في طريقه تفكيره وتربيته لاولاده وكلامه مع اطفاله ومهارات التواصل والعلاقات. يعني احنا بنصير بدنا الحب بحسب الافلام، بدنا الحب زي ما شفناه بالافلام. كيف شفنا الحبيب بيقدم لحبيبته او بيسفرها او بخذها على دول معينه، ما مزبوط ايش صارت للبنت مثلا والله تتجوز، شكرا اخوي شادي، انه ما ياخذهاش على تركيا ولا ما ياخذهاش على اليونان. يعني صار ما تحكي مع البنت تركز على مراسم الزواج اكثر من الزواج او هدف او رساله الزواج. فلو هي فاهمه شو معنى موضوع الحب، الحب هو عباره عن مشاركه، هو عباره عن رساله انه احنا نعيش مع بعض. فللاسف احنا بالمدارس ممكن ما بيعلمونا هاي القضايا، بس نتعلمها. بس الواحد فينا هيكبر ويختير ويكون يمكن ممكن عاش مع الشخص اللي حبه او ما عاشش مع الشخص اللي حبه، بكون وقتها وصل لمرحله الوعي. للاسف ممكن هاي الشغلات ما نعي عليها الا في مرحله متاخره. فعشان هيك انا بقول لا، الافضل لازم نعلمها لاولادنا من الصغر مسائل الحب عشان يعرفوا شو معنى حب وشو معنى مصالح وشو معنى علاقات فاسدة وشو معنى حب مرضي وإدمان الحب. في شيء اسمه يا إخواني إدمان الحب. واحد بلزق، واحدة بتلزق في حبيبها 24 ساعة. احكي لي عن أمك، احكي لي عن أبوك، احكي لي عن بصر مين، كل شوي تقول له احكي لي واحكي لي. وإذا ما حكاش وما اعترفش احكي لي عن حالك. شنو شنو اهلا كيف الحال؟ شو اخباركم؟ نحن متابعينك على بالسويد. تمام سامعيني يمكن مرة واحدة. ايوه هلا اختي والله هلا اختي والله هو الله هو يخليك. كيف؟ تلاقوني انا بالغابات شارد. ايوه برافو عليك، برافو عليك. ان شاء الله الله يخليك. انتم وين، من المغرب ولا من الجزائر؟ سوريا. سوريا والله بس اللهجة هيك شوي. عن جد عن جد كثير يعني بنضل نتابعك. الله يخليكم والله. معلش انا بحكي كمان برضه عن البنات، بنحكي عن الشباب بس بنحاول ننصف، يعني نحاول ان يصير في حب لانه في خربطه. ان شاء الله دائما يكون ان شاء الله. اهلا وسهلا فيكم، ان شاء الله ان شاء الله نلتقي مره ثانيه. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا، فرصه سعيده. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. لسه خير لقدام، الله يستر يا رب. وفقك الله، مناظر خلابه تزيل الهم. الله يرحمنا احسن شيء. شو صار بنات اخر زمان؟ والله هي ما هي الطرفين، في تقصير من الطرفين. انا زي ما ذكرت يا اخواني الكرام، يعني اذا احنا بنظلنا نلوم البنات ما راح نحل المشكله. احنا زي ما تقولوا يعني انت في مشكله لها طرفين. اذا انت بدك تظلك شايف الطرف الثاني هو الغلطان، هيك ما راح تنحل المشكله. يا بتنسحب، يعني اذا ما وجدت حل تظلك عايش في حاله الجفاف العاطفي، مو حلو. الحب الأول سنة أو سنتين، بعدين معاناة، وبعدين طلاق، وهيك اللي عندنا بصير. وهذا اللي بصير للأسف، هو هذا الواقع اللي بصير. أنا عشان هيك بقول لك، لأنه ما في مفهوم واضح لموضوع الحب. هاي ليش أنا قاعد بحكي عن موضوع الحب، لأنه الواحد فينا لما يفهم المفاهيم بيعرف شو دوره. يعني أنت هسه تكون لاعب كرة قدم، يجي يقول لك المدرب أنت لاعب كرة قدم. أخي الكريم أنت لاعب كرة قدم، يجي يقول لك المدرب أنت هجوم، ما تترك الهجوم، تمام؟ دفاع. صاروا يتصلوا عليك. فهاي اللي بيصير قاعد في العلاقات، واحد بتلاقيه مش فاهم شو دوره. يعني هو قاعد منتظر، المرة قاعدة بالدار منتظرة. بده جوزها يجيب لها وجبة جاهزة، وبدها بصر ايش، وبدها يجيب لها فساتين، ولازم لما تتجوز يجيب لها الشناتي ويأثث البيت على احد زي اختها ولا زي اخوها ولا فهي مش فاهمة شو دورها كمان، انه هي مكملة او العكس. يعني دائما لما اقول لكم بحكي عن الرجل بحكي عن المرأة. فاذا احنا ما فهمنا شو دورنا في العلاقة، العلاقة بتروح تفشل. زي لاعب كرة القدم، تخيل انت على مستوى لاعب كرة قدم، انت دورك هجوم، ما بزبط تلعب دفاع.
والدفاع ما بزبط يلعب هجوم، اذا ترك مكانه بدخل جول، وهذا اللي قاعد بيصير هسه الاقوال شغاله يا اخوان الكرام، بس كله اوت للاسف. هسه الاقوال شغاله على الاوت على البراني، لانه للاسف بتلاقي لك الرجل صار عايش مكتوب، هو مكتوب دار ابو احمد، ركزوا معي ركزوا معي، مكتوب باب الدار هون، بتطلع بتلاقي لك مكتوب دار ابو احمد، بس ابو احمد نايم بغرفه هنا، هون بتلاقي ابو احمد هنا، وام احمد نايم بغرفه هون، والاولاد مشردين بين ابو احمد وبين ام احمد، واحد بشد مع ابو احمد حسب هذا، ابو احمد بصير يعطي اولاده بظبط الوضع، والكو دير بالكو امكو والله هيك وامكو هيك، او المره نفس الشيء، او الله اعلم ليش، لانه اثنين غاب منهم مفهوم الحب، غاب منهم مفهوم الايمان، غاب منهم مفهوم المشاركه، غاب منهم مفهوم رساله الاسره. احنا ليش عايشين مع بعض؟ احنا ليش، شو المفاهيم الدينيه، شو الاوامر الربانيه اللي امرتنا احنا نعيش ونكمل بعض ونبني المجتمعات ونقوي المجتمع؟ فعند غياب المفاهيم الدينيه والمفاهيم الانسانيه ومفهوم الدور، بطل بصير في حب اناني، حب مشروط، بصير الزوجه والله اذا ما جاب لي والله طز فيه، هاي بنسمعها العبارات، والاولاد بيلعبوا بالوسط بالميدان، ها ورد عليك واحد بحطوا له ميم طابات، هذا اللي قاعد بصير، بصير ولد يلم الطابات، ولد غشاش، ولد مخابرات. منعلم اولادنا والله اساليب التجسس واساليب المخابرات، بس ندخل الدار، محمد محمد شو حكت اختك، شو حكت امك، شو سمعتوها، شو بتحكي، شو حكت عني. فاحنا بنعلم الاولاد التجسس، بنعلم الاولاد الغيبه، بنعلم الاولاد النصب، اخذت من امك مصاري، اطلب 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 من امك، انا ما معي، هذا اللي بصير قاعد، هذا الواقع. فاحنا بنوصل الاولاد هاي المفاهيم، بكره الاولاد بروحوا بيتجوزوا، بتعلم هاي الاساليب، بدخل على مرته هو ايش ماخذ متشرب كل هالمفاهيم هاي، شو بدي عدله هذا الرجل، او شو بدي عدل هاي الانثى اللي هي عايشة على تلفزيون، او عايشة على انه هي تنتظر، او عايشة على الحب المشروط، او الشخص المدلل اللي عايش عند دار اهله على الدلال. شوفوني انا بالغابة هسه يا جماعة الخير، اذا ضعت ولا افتقدت بلغوا عني CSS والWS والWN، يعني معلش هاي بس للمزح، هاي غابة هيك على الخفيف، هاي مسحة زور هون في ستوكهولم، يعني كلها غابات. فهذا موضوع حب المشروط للأسف هو المنتشر، حب المظاهر للأسف، إحنا أكترنا للأسف، إحنا منموت بالمظاهر، دولنا العربية بتلاقي لك واحد يتجوز، أوه جايب بي أم، جايب كاديلاك، جايب مرسيدس، بتلاقيه بالشحدة بالشحدة، بتلاقيه جايبهم بالشحدة، وممكن الله يرزقه، ممكن عنده، ممكن عنده بي أم، آه والله اشترى بيت ورجع من النمسا ورجع من السويد، وصار عنده طوابق وصار عنده طابقين، بتلاقي لك العالم بيظلهم ينقوا وبروحوا على العرس وبكونوا معزومين وبوكلوا كيك وبرقصوا أكتر من العريس والعروس، وبس هم طالعين بقول لك يا الله والله ما أكلنا إشي، والله ما حطونا ولا لقمة، ليش هذا؟ مش هذا مش حرام؟ مش هذا افتراء؟ مش هذا غيبة؟ مش هذا نميمة؟ عشان هيك احنا قاعدة علاقاتنا بتفسد، لأنه ما في خوف الله، لأنه بيني وبينكو الحسد من غار من غيرنا، مش قادرين نحقق أهدافنا، فمصير نطلع على غيرنا لأنه هم حققوا إحنا مش قادرين، فهاي إنه لعبة وحيلة نفسية، نقنع نفسنا إنه هم حققوا بالحرام، أو نقنع نفسنا إنه هم ممكن أبوهم أمهم ورثوا، فمصير نرسل لنفسنا رسائل، آه والله هو نجح لأنه أبوه أمه ساعدوه، هو نجح لأنه أبوه وأمه سفروه، هو نجح لأنه ساكن في منطقة معينة نجح، أنا والله ولدت في أسرة كذا إلى آخره، وبصير إسقاط وتبرير وحيال نفسية، وبعدين منبلش بالحسد والغيرة والنميمة، الله يأخذهم، وبصير نحكي العبارات هاي، الله اللي بعطي قال الحلق بدون دان، والله مش عارف كيف ربنا وين حاطهم، ومصير نكرر عبارات للأسف كلها بعيدة عن الدين وبعيدة عن العبادة وبعيدة عن الله، وبتلاقي ممكن الواحد فيهم يروح يصلي كمان، وفاهم الدين غلط وفاهم المفاهيم غلط. فلما تعطي أعطي عن حب، لأنه هذا عبادة، الحب عبادة، يعني نوع من أنواع العبادة، لأنه بقولك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. خلنا نرجيكم المي هسا،
فأكبر مشكلة يا إخواني هسه مشكلة التعلق اللي كثرانة عند بعض النساء أو عند بعض الرجال. للأسف هذا موضوع التعلق، ما بعرف إذا أنتوا سمعتوا يمكن بعض الفتيات أو بعض الرجال تلاقيهم بقول لك والله أنا متعلق فيها، حسب الأغاني، ما أنتوا عارفين الأغاني شغالين متعلق فيك ومش متعلق فيك، وأكثر الأغاني هاي بتبرمجنا قاعدة يعني متعلق فيك، يعني زي تخيل حالك زي كلك واحد غرقان وبقول لك أنا متعلق فيك، متعلق بقشي. فللأسف الشخص المتعلق بده يدمر الشخص الثاني بأي طريقة، بما معناه بده يعني زي ما تقولوا كيف يعني تخيلوا زي كيف بير بترول، بده يشفطه شفط، بده الوقت تبعه كله إلي، بدك تتصل وبدك تسأل، بتلاقيه يمكن بوكل في العمل، ليش ما ترد، ليش ما تحكي. فهي مفهوم التعلق للأسف هذا حب مرضي يا إخوان الكرام، ابتعدوا عنه، بيخليكوا تخسروا عن جد الأشخاص. إذا أنت واقع في علاقة حب، أنا بحكي لك نصيحة لوجه الله، وادخل اسمع دروس ومحاضرات للدكتور جاسم المطوع والدكتور أحمد هارون وغيره وطارق الحبيب، بيحكوا عن مفاهيم الغيرة وعن الحب وعن التعلق. على فكرة في غيرة وحسد بين المهاجر القديم والمهاجر الجديد، خاصة من المهاجر القديم عندما يرى نجاح. طبعا أكيد في هاي أكيد حتى هاي الشغلة كنا نلاحظها كمان أيام الجامعات، تلاقي لك يمكن واحد إجا ما صار لهش سنة سنتين صار يحكي مثلا إنجليزي أو تفوق أو صار معيد في الجامعة أو صحت له فرص ودورات وغيره ما صح له. الغيرة إذا كانت تدفعك إنه أنت تقلد السلوك شيء حلو، بس إذا أنت صرت تطلعها لها بنظرة الحسد، هو توفر له هو عمل له هو جانه، هاي بتعيقك على التقدم وما بتفيدك. حتى زمان احنا تعرفوا احنا في الدول العربية كانت الناس تشتري الخرز الزرقاء وبالسيارات، بس الواحد فينا يشتري سيارة، يعني حتى بعضنا خلينا نحكي لكم اياها فيس تو فيس، يعني في بعض الشباب او بعض الناس يمكن تعلموها من المسلسلات، بصير يقول لك هو بتلاقيه يمكن يكون وضعه ممتاز، يعني هسه مثلا انا مغترب، انا بالسويد، ممكن حدا يتواصل معي في الاردن، انا يمكن يكون عندي راتب كويس واموري تمام وعال العال وشغال، فبتلاقي لك الواحد شو بصير هو فكريا، بصير يقول لك هسه اذا بحكي لهم انه انا بالسويد مرتاح وشغلي حلو وراتبي عالي رح يحسدوني، فهو بميل الى انه هو يحكي لهم والله تعبان والغربه صعبه ودوله صعبه ودوله ممله ونكد وهم، هو بالطريقه هاي بفكر بقول لك انا لما احكي هيك رح ابعد عني الحسد، بس هاي القاعده خطا، هاي القاعده خطا وفيها كذب، اذا حدث كذب، واذا ناش نكون من صفات المنافق، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا خاصم فجر. ما بعرف الصوره هيك واضحه هون ولا هون ولا هيك ولا هيك ولا هيك نجول هيك. فيا اخي الكريم اذا انت مهاجر مو ضروري تحكي التفاصيل، احكي الحمد لله نشكر رب العالمين، الحمد لله الامور متيسره، في عقبات في تحديات بس الحمد لله ميسوره، يكفي مو ضروري تدخل بالتفاصيل عشان تثبت للآخرين انه انت وضعك تعبان عسبت انه ما يحسدوك. فبعض الناس للأسف احنا هاي موجودة عندنا كثير للأسف، وحكوا عنها الدكاترة هاي، انه احنا احيانا مثلا والله انا بشتري سيارة ولا ببني بيت ولا اي شيء، فنلجأ انه احنا ما نحكي الحقيقة خوف حسد. طيب يا اخوان الكرام انا مش عارف يجينا تلفون نشوف، او يعني لسه مشوار قدامي بيجي ساعة ترويحة على البيت، الغداء شكله جهز فلازم اروح. طيب ان شاء الله كملوا معنا بالتعليقات وان شاء الله بنحكي باذن الله، بارك الله فيكم وليلة سعيدة، وكملوا الموضوع بالتعليقات وان شاء الله منتابع التعليقات تبعتكم باذن الله. اجاني اتصالات من البيت واشوف اذا قدرت ارجع برجع لكم. السلام عليكم.